السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة موضوع زغليل اللبة. يعني ايه زغليل اللبة؟ يعني اللبة اللي بيبقى اول ما الزغلول بيفقس من البيضة الام بتزغطه بالاكل الناعم اللي هو زي الرضاعة بتاعت الاطفال، يكون ناعم جدا كأنه لبن زي لبن الام اللي الام والاهالي بيزغطوه للزغاليل وهي لسه فاقسة من البيضة. يبقى اهو الزغلول زي ما حضرتك شايف، الزغلول اللي لسه فائس دلوقتي من البيضة حالا اهو، الزغلول ده اللي احنا بنقول عليه زغليل اللبة. طيب هو ليه احنا بنعمل كده؟ في ناس يقولك انت ما بتسيبهمش للاهالي، ليه؟ احنا بنسيبهم للاهالي وكل حاجة، والتزغيط الطبيعي دايما احسن، لكن لو انت لقيت الحالة زي كده عندك حضرتك زي كده، ده متزغط، ده بقى كبير، ده فائس قبل اخوه بيوم. شوف حضرتك ده فائس قبل الزغلول التاني بيوم. انا برد على الاخت اللي هي امبارح كتبت لي في التعليقات ان هي عملت بموضوع الزغطة وماتوا منها، زغطت باللبن وماتوا منها. انا مش عارف ايه السبب صراحة، حاولت اعرف السبب معها معرفتش، لكن هو اتضح ان هي مبدلة البيض اللي تحت الحمامة فارق يومين او حاجة، فالاهالي ما زغطتش الزغليل اللي هو اللبة اللي بيكون في الاول طري زي كده. لكن موضوعنا النهاردة هو ردا على السؤال اللي في التعليقات ده، وكمان على الحكاية دي ان زغلول اكبر من زغلول. شوف هو جعان ازاي، لان الزغلول اخوه مش مديله فرصة، ده اخو ده، لكن ده سابق، ده سابق قبل ده، سابق ده بيوم. طيب انا استخدمت قبل كده، زغط الزغلول ده فيديوهين قبل كده، في فيديو بموضوع بالدقيق او اللي هو بيتسمى الطحين، دي القمح، تمام اهو معانا الدقيق ومعانا كيس لبن بودرة او حليب بودرة. اخوانا بتوع الدول العربية اللي يقول لي اللي فيه كاتب لي في التعليقات ما شاف الكيس ده ما عرفش ما فهمش يعني ايه اللبن اجيبه منين، فانا كتبت له من السوبر ماركت بقول له ان اللبن في مصر معناها الحليب، يعني اللي بيجيبوه من السوبر ماركت الاكياس دي اهو، مشهورة جدا الشركة، احنا مش بنعمل دعاية لحد يعني، لكن احنا هنستخدمه. استخدمنا ده مرة، واستخدمنا الدقيق في مرة لوحده اللي هو او طحين القمح. طيب النهاردة هنعمل ايه؟ انا عندي كمية دقيقة اهو حوالي يعني 25 جرام، هنحط عليهم كيس اللبن ده برضو 25 جرام، حوالي يعني يكون هو ده بتلاتة جنيه زي ما قلنا، السعر 3 جنيه، سعره 3 جنيه. هنفضي الكيس ده على شوية الدقيق ونخلطهم اهو، العلبة هنفضيها كلها، يبقوا عندنا للحاجات اللي زي كده، وبعد كده نبقى نستخدمهم في اي وقت معانا اهو. الكمية فضناها كلها، طيب هنعمل ازاي؟ ارجو ان تاخدوا بالكم من الموضوع كويس جدا، لان اخطر مرحلة اللي هو الزغلول الصغير اللي لسه ما كلش اي حاجة، ده انا بنقذه يا جماعة، مش بن يعني ايه، احنا بنحاول ننقذه علشان هو هيموت لو ما اكلناهوش. طيب احنا هنقلب الدقيق مع لبن البودرة، نرجوهم جيدا
عشان نخلطهم ببعض كده. تمام، فجناهم اهو، خلطه جيدا عشان يبقى الدقيق مع اللبن بدل ما يبقى الدقيق لوحده واللبن لوحده. انا عملت ده مرة وده مرة، لكن انا قلت ليه ما نخلطهمش على بعض. طيب هنعمل ازاي بقى؟ رجعنا للزغاليل اهو، جاهزين علبة زي كده، علبة زي كده، وهنحط كمية قليلة جدا على قد زغلول واحد بس. احنا مش هنعطي اللي هو اكل، احنا بنحاول نخلي انا اعطيه حوالي نص سنتي مش اكتر في اول مرة، لان هو اول مرة ياكل مش هيكون عاوز كتير. هنخليها نحط عليها مية، نخليها زي المية نخلي زي المية كده، كأنه يبقى لبن زي لبن الأم. ومعانا السرنجة دي، السرنجة 3 سنتي، أو لو حضرتك خايف من السرنجة دي فيه سرنجة انسولين اللي هي 1 سنتي برضه هتنفع، وهتسحب بيها اللبن والدقيق ده. طيب اهو شوف حضرتك، انا سحبت، هسحب حوالي نص سنتي اهو في اول مرة، مش هنكتر للزغلول. اول مرة مش هنكتر للزغلول، اخد الزغلول اهو هاخد الزغلول اهو، نفتح كده، يا رب يكون باين. نحط السن، طبعا مش السن، احنا شايلين السن بتاع الحقن بتاع، مش هنديه السن، لكن المكان اللي بيركب فيه السن اهو، اعطيناه حوالي النص سنتي. تمام، هو طبعا اول مرة ياكل، نديله واحدة واحدة انه مش متعود على الاكل. هنجرب كمان نديله شوية كمان صغيرين، نديله واحدة واحدة، ممكن بعد ساعة نديله تاني. احنا بس عايزين نقومه يلحق الزغلول التاني اخوه اللي هو اكبر منه. لكن لو حضرتك عندك زغلولين تانيين فيهم واحد كبير وواحد صغير في نفس السن في نفس الحجم، يعني يكون افضل لو بدلته في المرحلة دي، يكون تصغير طبيعي افضل اهو. تمام، اتانا هو عشان مش متعود على الاكل اهو، الحمد لله. شوف حضرتك اهو، هو لسه طالع من البيضة يعني ملحقش، لكن احنا بنحاول اهو. شوف ازاي بقى فيه اكل اهو. طبعا بتسأل السؤال ده كتير، هل بعد ما يزغطهم يرجعهم للاهالي؟ طبعا ترجعهم تحت الاهالي عشان يدفوهم. هو في الوقت ده الدفى اهم شيء للزغاليل، اللي حطهم يدفهم. ولو اكبر من كده برضو اللي هو عمر اسبوع وعمر 10 ايام حطهم يدفهم تحت الاهالي. لو انت عايز تزغط تصغير تسمين، ممكن تشيل الزغاليل من تحت اهاليهم في عمر 10 ايام علشان تزغطهم بخلطة التسمين، اللي هسيب الرابط بتاع الفيديو بتاعها اسفل الفيديو في صندوق الوصف، وايضا هسيب لكم ده الزغلول اللي احنا كنا بنساعده بعد 4 ايام. احنا ساعدناه اول يوم بس ساعة الفأس لما هو كان اصغر من اخوه، زي ما قلنا اهو اخوه ان شاء الله يعني هو حجمه اكبر. فات 4 ايام انا زغطته، اللي هو الصغير ده كان هيموت. انا قلت لحضراتكم انقاذ الزغلول من الموت، يعني الاعمار بيد الله، لكن احنا ساعدناه في البداية، عملنا اللي علينا والباقي على الله. اهو اهو ده تصغيط اهلي يعني، هو احنا ما عدتش زغطته، وزغطته اول مرة بس علشان ننقذه بس ويلحق اخوه. بعد كده هو يعني خلاص حطيته الاهاليه تاني، طبعا الاتنين تصغيط اهاليهم.
لكن ما شاء الله الحمد لله ان هو بقت صحتهم كده تمام. فدايما احنا متعودين ان احنا ما بنزغطش الا في حالات الضرورة زي ما قلنا، زي ما بيجي في الاسئلة ليه انت بتزغطهم، لا احنا بنبقى مضطرين نزغطهم، مش احنا عايزين نزغطهم، بنكون مضطرين لما بنكون بس مضطرين لتصغيط الزغاليل فبنعمل كده في حالات الضرورة فقط. طيب هنشوف بقى مع بعض التصغيط الطبيعي اللي هو مفيش احسن منه كده ما شاء الله. يعني هنا ده التصغيط الطبيعي يا جماعة اللي احنا مفيش احسن منه، اللي عمرنا ما هنعمل زيه، لكن احنا بنعمل دايما التصغيط اللي احنا بنعمله اضطراريا لانقاذ بس حياة الحمام، حياة الزغاليل، لكن بنكون مضطرين للمساعدة فقط. شوف كده هنا طبعا هو الذكر ده بيزغط اكتر من زغلول. طيب هنرجع الزغاليل الصغيره دي لاهلها. دايما بتسال السؤال ده، طب احنا بعد ما نزغطهم نعمل ايه؟ لا بنرجعهم لاهلهم في السن ده، لازم نرجعهم لاهليهم علشان يدفوهم، حتى مش هتعرف تدفيهم. انا ما زغطتش زي ما قلنا غير هو اول يوم بس مساعده علشان ايه يلحق اخوه، خلاص طالما لحق اخوه ومشى بقى تمام بيزغطه الاب والام بيزغطوه، خلاص ما قعدناش هنعمل فيه حاجه لغايه بقى ما يكبر، الا اذا كان في زغلول محتاج. احنا اهم حاجه بنتابع الزغاليل، اللي محتاج حاجه بنساعده بس. معلومة كده على السريع، ما ننساش نحط التحديد بعد ما نحط الاكل للحمام، لازم التحديد ده ما يتمناش من عند الحمام. اللي هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو بتاع التحديد في صندوق الوصف تحت الفيديو اهو، ما ننساش دايما ان التحديد ده يكون موجود لزيادة الانتاج، لزيادة الانتاج والحفاظ على قشرة البيضة انها تكون سميكة، ما يكونش القشرة رقيقة، والحمامة اللي بتبيض بيضة واحدة هتبيض البطين، يساعدها في بيض البطين وهيزود لحضرتك الانتاج. سيب لكم الرابط زي ما قلنا في صندوق الوصف تحت الفيديو. يبقى لو عجبك الفيديو اعمل لايك وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
Thank you.